النهارده ذكرى ميلاد الفنانه مديحه سالم اللي اتميزت بمسيره فنيه حافله سابت بصمه خالده في تاريخ السينما المصريه، وقدرت بموهبتها انها يعني تظهر وتبرز في العديد من الادوار الكلاسيكيه، فكانت بتقدم ادوار رومانسيه عشان تبقى مثلا قريبه من الجمهور وعشان تبقى قريبه من قلوب الجمهور. مديحه سالم اسم كده ووجه لا ينسى ابدا في ذاكره السينما المصريه، قدمت افلام كتيره وحصلت على اشاده كبيره من النقاد، ده خلاها واحده من الاسماء اللامعه في سماء الفن المصري. تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير ومحطات في حياه الفنانه الراحله مديحه سالم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، واحدة من نجمات السينما المصرية التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الفن، وعرفت بملامحها الجميلة وابتسامتها الهادئة، واشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية إلى جانب كبار النجوم. دي برضو طريقة تقابل بيها ماما يا عصام. والله أنا بقى كده، عاوزاني أعمل لها إيه؟ كنت فاكراك اتغير. كما تميزت بأدائها الرقيق والراقي في العديد من الأفلام الكلاسيكية، خصوصاً في أدوارها الرومانسية التي نالت إعجاب الجمهور. ولدت مديحة سالم في القاهرة عام 1944، وتلقت تعليمها في كلية البنات بالزمالك، لكنها توقفت عن الدراسة بعد وفاة والدها واختارت أن تسلك طريق التمثيل. ست الزهير، الحمد لله على السلامة. ازيك يا فاطمة؟ أهلاً ازيك كده، وحشتيني. انت وحشتيني كمان. كانت بداية رحلتها الفنية وهي في 17 من عمرها، عندما اكتشفها المخرج محمود ذو الفقار وقدمها للسينما. وعلى الرغم من أنها حصرت في أدوار الفتاة الرومانسية والمراهقة، إلا أن هذه الأدوار كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية لشهرتها. يا سلام، مين كان يصدق إن الأيام تجري بالسرعة دي، والكتكوتة الصغيرة اللي كنت بشيلها على كتفي تكبر وتبقى عروسة حلوة تملى العين. ربنا يخليك لنا يا عم سيد يا قمر. اشتهرت مديحة سالم من خلال المسلسل الإذاعي داليا المصرية، وعلى الرغم من محاولاتها لتحقيق البطولة المطلقة، إلا أنها كانت أكثر تألقاً في أدوارها الثانية، وقدمت مجموعة من المسلسلات المميزة مثل القط الأسود مع محمود المليجي والرجل والحصان وهارب من الأيام، كما أدت أدواراً جادة بعيدة عن الكوميديا في أفلام مثل الناس والنيل مع سعاد حسني وحب وكبرياء مع نجلاء فتحي. عن طرفين مات. مات بس مات موتة ربنا، مات وهو بيجري في مأموري يا ست. مات. قررت مديحة سالم الاعتزال في بداية الثمانينيات، لكنها عادت في عام 2001 لتقدم آخر أعمالها القضاء في الإسلام، وقدمت على مدار مسيرتها الفنية مجموعة من الأفلام البارزة مثل مذكرات تلميذة وأم العروسة والليلة الأخيرة ولصوص ولكن ظرفاء، وكان آخر ظهور لها في الجزء التاسع من مسلسل القضاء في الإسلام عام 2000. كفاك استئثاراً بأبيك يا رقية، وافرغي لما يجب أن تعملي من شأن البيت. ورحلت مديحة سالم عن عالمنا في 19 من نوفمبر 2015، لكن إرثها الفني سيظل حاضراً في قلوب محبي السينما المصرية. عن إذنكم، تفضلي يا بنتي.